أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة مدد سيدنا الشيخ محمد فوزي الكركري، قدس الله سره العلي بحق كلمات الله التامة، مصداقا لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فهو آثم قلبه. أريد اليوم أن أدلي بشهادتي في حق طريق الكركرية العلية. فأنا قبل أن أتعرف على سيد الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره العلي، كانت علاقتي منقطعة بالله عز وجل. ففي العبادة كنت لا أصلي ولا أقرأ القرآن ولا أذكر الله ولا أتذكر الله، وباطنيا كنت أعيش في الظلمة والخوف والاكتئاب ونوبات الهلع والأمراض النفسية. وللأسف فالعلاج النفسي لم ينجح. فكان سيد الشيخ هو فرصة للشفاء والعلاج. فذهبت إلى الزاوية الكركرية رفقة أمي بمدينة العروي، حيث استقبلتنا زوجة سيد الشيخ التي أود أن أشكرها كثيرا لأنها أم روحية وقدوة لكل النساء، وهي نور من نور مولانا الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره العلي. وسبحان من جعلها زوجة وسندا لمولانا، الكرم والطيبة والقلب الكبير لا يمكنني أن أمدحها بما يليق بها. فكما قلت استقبلتنا زوجة سيد الشيخ أحسن استقبال وطمأنتنا وقالت أن كل شيء سيكون بخير. ففي الغد قبل أن ألتقي سيد الشيخ، في الحقيقة كنت خائفة قليلا، ولكن ما إن دخلت على سيد الشيخ حتى وجدت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة سارية ونور على نور. فدخلت و حدثني سيد الشيخ بكل لطف وبكل رحمة وبكل حنان أبوي. هي الإنسان عندما يدخل عند سيد الشيخ مباشرة يحدث شيء في قلبه، هو ليس الخبر كالعيان، على الإنسان أن يجرب. فعندما دخلت عند سيد الشيخ حدثني مولانا عن التطهر بالاستغفار، وأن بالاستغفار يمكن للإنسان أن يتطهر. و بالحمد والشكر أن يحمد الله ويشكره على نعمه. وحدثني عن المحبة الإلهية وعن النور، وأن الله خلقنا لأنه يحبنا. عندما خرجت من عند سيد الشيخ خرجت شخصا مختلف، سبحان الله، مكارم الأخلاق والتواضع وعلم ومحبة، هو شمس للمحبة اللامشروطة والتي لا تنتهي ولا تنفذ. فجلست في الزاوية، وعندما تجلس في الزاوية تحس بالطمأنينة والراحة، و الزاوية كل الوقت ذكر وقراءة للقرآن وصلاة. فعندما عدت إلى المدينة التي أقطن بها بدأت بأخذ العلاج، أي الرقية التي أعطاني سيد الشيخ. وبعد استئذانه بدأت في الصلاة وفي قراءة الأوراد ببركة هذا الولي الصالح. منذ أن عدت سبحان الله صرت أصلي وأقرأ القرآن وأقوم بالأوراد ونفسيتي ارتاحت كثيرا. بدأت أشعر بالطمأنينة والسكينة والراحة. فلما أنهيت علاجي عدت إلى مدينة العروي لأبايع سيد الشيخ لأنه شفيت والحمد لله. وعندما عدت لأبايع سيد الشيخ قدس الله سره، بايعت سيد الشيخ فرأيت النور، هو النور يرى.
يرى بعين القلب، لأن الإنسان عندما يبيع سيد الشيخ خلاص يشرق قلبه ويبدأ يعيش في التجليات الإلهية وفي الأنوار الإلهية وفي الرحمة الإلهية. وبعد مبايعة سيد الشيخ يحس الإنسان بهذه الرحمة الإلهية السارية في كل شيء، وأن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن النور الإلهي هو الحقيقة، ويبدأ الإنسان حياة جديدة هي في الحقيقة ولادة جديدة. بيعة سيد الشيخ يمكن أن تكون اسمها الولادة الجديدة، لأن الإنسان يولد من جديد. وعندما نبيع سيد الشيخ يطلب منا أن نقوم بالكثير من الاستغفار، لأنه علينا التطهر من أجل هذا النور الأعلى والأسنى والسرمدي والأزلي. فيبدأ الإنسان بالاستغفار بقيام الليل وبأذكاره وأوراده، فسبحان الله يكرمه الله ويرى نور الله، وليس ثم إلا نور الله. وفي الأخير أود أن أقول لكل الناس أن يأتوا إلى هذا الولي الصالح، من أراد أن يعرف الله، من أراد المحبة الإلهية اللامشروطة والتي لا تنفذ، من أراد رحمة الله، من أراد الشفاء، فليأتي إلى هذا الولي الصالح وهذه الزيتونة المباركة والعطر الطيبة، إلى أطيب خلق الله سيدي محمد فوزي وعائلته الكريمة طبعا. فليعلم أن سبيل الطهارة هو هذه العطر الطيبة، كما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وخير الختام الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.